إذا متابعينا الكرام، متابعي من مدينة بن سليمان، أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم عن تسجيل 80 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك الإجمالي المصابين بالمغرب إلى 1,161,586 حالة. إذا ليصل بذلك الإجمالي المتعافي بالمغرب إلى 210 متعافي خلال 24 ساعة الماضية. يرتفع بذلك الإجمالي المتعافي بالمغرب إلى 1,142,892 حالة شفاء، بينما تم تسجيل 6 وفيات، ليصل ذلك الإجمالي وفيات المغرب إلى 16,015 حالة وفاة، بينما المستفيدون من مستشفى تلقي الحجرة الأولى وصعدت ديالهم 24,756,354 مستفيد، بينما المستفيدون من مستشفى تلقي الحجرة الثانية وصعدت ديالهم 23,211,096 جرعة، بينما المستفيدين تلك الجرعة الثالثة صارت ديالهم 5,829,794 مستفيد. فجهة الضرب إلى 16 سجلات الضرب إلى 24 حالة، نواصل حالة واحدة مليون حالة واحدة. جهة الرباط تاخد سجلات 14 حالات، لا جوج حالات وحالة وفاة واحدة، بينما متابعينا الكرام صغيرة تمارا جوج الوفيات، وجدة 8 الحالات، الناظور جوج الحالات، بركان حالة واحدة، تطوان 3 الحالات، الحسيمة 3 الحالات، طنجة أصيلة حالة واحدة. بينما العرائش حالة واحدة، الحاج 3 الحالات، مكنة جوج الحالات، فاس جوج الحالات، مراكش 3 الحالات، شيشاوة حالة واحدة، أسفي حالة واحدة، خنيفرة 4 الحالات، القيمصال حالة واحدة، وبني ملال حالة وفاة واحدة. أكادير إدا واثنان 3 الحالات، جوج الوفيات، زاكورة حالة واحدة، رشيدية حالة واحدة، بوجدور حالة واحدة. إذا متابعينا الكرام نذكركم، أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم عن تسجيل 80 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك الإجمالي المصابين بالمغرب إلى 1,161,586 حالة، بينما تم تسجيل 6 وفيات، ليصل بذلك إجمالي وفيات المغرب إلى 16,015 حالة وفاة، بينما لله الحمد والشكر تم التأكد من شفاء 210 حالة شفاء إضافية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين بالمغرب إلى 1,142,892 حالة شفاء. فالمستفيدون والمستفيدات من تلقي الحجرة الأولى وصعدت ديالهم 24,756,354 مستفيد، بينما المستفيدون والمستفيدات من الجرعة الثانية وصل عدد ديالهم 23,211,096 حالة أو جرعة، بينما المستفيدون والمستفيدات من الجرعة الثالثة 5,823,894 حالة. فجهة الضرب إلى 16 سجلات الضرب إلى 24 حالة، نواصل حالة واحدة ومليون حالة واحدة، 14 حالات سلاق جوج حالات وحالة وفاة واحدة وصغيرة جوج الوفيات، وجدة 8 الحالات، الناظور جوج الحالات، بركان حالة واحدة، تطوان 3 الحالات، الحسيمة 3 الحالات، طنجة أصيلة حالة واحدة، العرائش حالة واحدة، الحاجب 3 الحالات، مكناس جوج الحالات، فاس جوج الحالات، مراكش 3 الحالات، شيشاوة حالة واحدة، أسفي حالة واحدة، خنيفرة 4 الحالات، تقريبا صار حالة واحدة، وبني ملال حالة وفاة واحدة، أكادير 3 الإصابات، جوج الوفيات، زاكورة حالة واحدة، رشيدية حالة واحدة، بوجدور حالة واحدة. إذا متابعينا الكرام كنتم معنا في بث مباشر مباشرة من مدينة بن سليمان.